السلام عليكم. السلام ورحمة الله عليكم. أنا مبروك شاكر التكافل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم، الله يخليكم. سمعنا ظروفك وجنازة. أهلا وسهلا ومشكورون. الله يحفظك. الله يخليك. عدد أفراد الأسرة ايش قد؟ أربعة. أربعة. ايش قد صار زوجك متوفي؟ تسع سنين والله. تسع سنوات. عند راتب تقاعدي شيء؟ لا والله عندنا راتب رعاية 260 كل شهرين. 260؟ كل شهرين. كل شهرين. أيوه. شنو كان شغل زوجك؟ هيك يوم كاسب. كاسب. أي. مصدر دخل ثاني عليه من عايشين؟ والله كل شيء ماكو، يعني من الناس لو باتي تساعدنا دجاجات مشيني هاي المنطقة. نعم. أي هاي هي وذيك هي، ما عندنا مصدر ثاني ولا عندي ولد يشتغل. نعم. جهالي كلهم طلاب. عندك ما اقدر اشتغلين بالخبز بالخياطه مش لا والله اقدر يعني بالخياطه اشتغل ما اقدر خبز يعني تعرفين تخيطين؟ اي اعرف يعني اذا جبنا لك ماكينه صناعيه اي اكل تقدرين يعني تعيشين اطفالي اي والله اقدر اي لان بالبيت ومستوره اقدر زين خياطتك شلون ممتازه جيده؟ لا زينه يعني انا قديمه بالخياط نعم. من كان المكاين دن الزقار السود بس هسه ما ظلت اشوفه نعم. شويه نظر اقل اي نعم البيت هذا شنو؟ إيجار والله. إيجار. 150. 150. حالتك الصحية شلون أنتي الأطفال؟ والله أنا بعد شوية هاي صفحة قلبي تأذينا على إيدي اليسرى لأن عندي انسداد بشرايين التاجي. زين. تاخذين عليه علاجي؟ إي والله أخذ علاج كل شهر 50,000 لأن هو يسجل مع الدهون ومع الضغط. نعم. إي وما القلب. نعم. إيوه. شنو محتاجة؟ والله أنا ما عندنا لا ثلاجي. أيه. ولا عندنا طباخ يعني كبيره ما حتى كيكه يعني اذا اريد نسوي والله العظيم محرومون الجهاز شنو بالعين الصغير اي والله هذا الصغير ايوه من عندك بالمدرسه؟ عندي حيدر سجاد أيه. وغريبي ان شاء الله خير تلافي ضمن برامجنا عندنا بطاقه الغذاء والاكساء هاي قيمتها 50,000 دينار ان شاء الله نتصل بيك نستمر وعندنا البطاقه الطبيه ان شاء الله نقدمها للدكتور حسين ركابي هو اختصاصه قلب وباطنية فإذا تحتاجين شيء يعني يخص القلب والباطنية إن شاء الله ترحيل إن شاء الله هو المعاينة ما تمجانا مشكورين إن شاء الله الأخوة راح يشوفون دار الاستفادة سهلين والله إن شاء الله عزاز وإخواني الله يحفظك أي والله إن شاء الله الحجة لكم الصحة ونشكر أي واحد يساهم الله يسلمك إن شاء الله ويحفظهم الحسين